أهلا وسهلا بكم أعزائي في لقاء جديد. اليوم سأشرح لكم كيف تترجم بعض الجمل من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. أعزائي، سأشرح لكم اليوم كيف نترجم بعض الجمل في المثنى من الإنجليزية إلى العربية. سأبدأ بالجمل الإسمية ثم الفعلية. بعد ذلك سننظر إلى كيفية ترجمة الضمائر في المثنى وكذلك أسماء الإشارة، وأخيرا كيف نترجم الأسماء الموصولة في المثنى. أعزائي، قبل أن نبدأ بالترجمة تذكروا أن المثنى ينتهي إما بألف ونون أو بيا ونون، وأن الفعل المساعد أ لا يترجم في العربية لأنه مفهوم من سياق المبتدأ والخبر. هيا بنا أعزائي اقرأوا الجملة معي. The two towns are clean. The two towns، المدينتان. Clean، نظيفتان. لاحظوا جيدا أن الخبر نظيفتان يتبع المبتدأ المدينتان، ويكون مؤنثا مثله، وينتهي بألف ونون مثل مبتدئه المدينتان. أما الفعل المساعد أ فلا نحتاج إلى ترجمته لأنه مفهوم من سياق المبتدأ والخبر. فلنأخذ جملة أخرى. The two smart boys are present. تتكون هذه الجملة من المبتدأ والخبر وأيضا الصفة. The two smart boys، الولدان الذكيان. لاحظوا أعزائي الصفة الذكيان معرف بال مثل موصوفها الولدان، وأيضا الصفة تنتهي بألف ونون مثل موصوفها، ونترجم are present بحاضران، والخبر حاضران ينتهي بألف ونون مثل الولدان. انظروا الآن أعزائي إلى الجملة الآتية. The two students، الطالبان. Go، يذهبان. انتبهوا جيدا هنا أعزائي أن الفعل يذهبان جاء بعد الطالبان، فلا بد أن يكون الفعل مثنى وينتهي بألف ونون. To school every day، إلى المدرسة كل يوم أو يوميا. ويجوز أن نترجم نفس الجملة إلى صيغة المؤنث أيضا لأن الجملة في الإنجليزية لم تحدد هل كلمة students مذكرة أم مؤنثة. إذن نستطيع أن نكتب الطالبتان تذهبان إلى المدرسة كل يوم أو يومياً.
لاحظوا أيضا أعزائي، في الترجمة الأولى الفعل مذكر يبدأ بياء، وفي الترجمة الثانية الفعل مؤنث ويبدأ بتاء. وهناك طريقة أخرى لترجمة هذه الجملة سنأخذها في الشريحة القادمة. هيا بنا أعزائي نترجم نفس الجملة السابقة. The two students go to school every day، ولكن بطريقة جديدة. أنتم تتذكرون أن الجملة في اللغة العربية قد تبدأ بفعل بخلاف اللغة الإنجليزية، ومثل هذه الجمل تسمى بالجملة الفعلية. إذن نترجم الجملة ونبدأ بالفعل أولا. يذهب الطالبان إلى المدرسة كل يوم أو يوميا، أو تذهب الطالبتان إلى المدرسة كل يوم أو يوميا. لاحظوا جيدا أعزائي، عندما تبدأ الجملة بفعل يكون الفعل مفردا، وإذا كان الفاعل مذكرا فالفعل أيضا يكون مذكرا، وإذا كان الفاعل مؤنثا فالفعل أيضا يكون مؤنثا. تعالوا أعزائي نترجم جملة تبدأ بضمير. They are two masculine old friends. They هما. تذكروا أن الفعل المساعد are لا يترجم. Two old friends. نبدأ بfriends صديقان، لأن في العربية الموصوف يأتي قبل الصفة بخلاف الإنجليزية. old قديمان. إذن نقول هما صديقان قديمان، فكلمة friends هنا مذكرة. فلننظر إلى الجملة الآتية، حيث تأتي كلمة friends مؤنثة. They are two feminine old friends. هما صديقتان قديمتان. لاحظوا أن الصفة مؤنثة مثل موصوفها. You are two tall girls. نترجم الجملة ب أنتما بنتان طويلتان. هيا بنا أعزائي نترجم جملة أخرى. They dual masculine like the small bicycle. They هما like يحبان. يأتي الفعل هنا مثنى لأنه جاء بعد هما. The small bicycle الدراجة الصغيرة. أحمد and زيد visited their friends. فلنبدأ الجملة بالفعل. زار أحمد وزيد. Their friends أصدقاءهما. لاحظوا أن الضمير هما يطابق بأحمد وزيد، وأحمد وزيد
مثنى. تعالوا أعزائي نترجم جملة تبدأ باسم إشارة. These are two difficult books. These are هذان. انتبهوا جيدا أن اسم الإشارة هنا مذكر ومثنى. Two difficult books. كتابان صعبان. These two cars are coming. نبدأ بالفعل ونكتب تأتي هاتان السيارتان. لاحظوا أن اسم الإشارة هنا مؤنث ومثنى لأن كلمة السيارتان مؤنث ومثنى. هيا أعزائي نترجم الجملة الأخيرة وهي تتكون من الاسم الموصول. We are the two travelers who traveled to Egypt. We are نحن the two travelers المسافران who اللذان والاسم الموصول هنا مثنى. Traveled to Egypt سافر إلى مصر. لاحظوا أن الفعل سافر أيضا مثنى. تعالوا أعزائي نتدرب على بعض الجمل. ترجم ما يلي إلى العربية. Two clean hotels. يا ترى ما الجواب؟ نعم، فندقان نظيفان. The two tourists are at the airport. فكروا جيدا أعزائي، ما الترجمة؟ نعم، السائحان في المطار. These two airplanes are big. ما الجواب أعزائي؟ نعم، هاتان الطائرتان كبيرتان. وانظروا الآن إلى الجملة الأخيرة. You, dual masculine, are sitting in the living room. فكروا جيدا. ما الجواب؟ نعم، أنتما تجلسان في غرفة الجلوس. أحسنتم، بارك الله فيكم. أعزائي، لقد وصلت إلى نهاية هذا اللقاء. أرجو أن الفائدة قد عمت. مع السلامة.